يلا يا مطاوع شد حيلك يا زغلول. يلا يا جماعة يا جماعة يا جماعة. ايه اختاروا الفتوة الجديدة؟ ما اتفقوش على حد. الفلاني والفسخاني كل واحد بيقول انه احق من التاني. وعم زعفان شايف ايه؟ عم زعفان شايف نرجع لاسول زمان، واللي يغلب يبقى هو الفتوة الجديد. وهيتعاركوا فين؟ عند الطوابق. انا فايتهم رايحين هناك وجيت اقول لكم دي هتبقى فرجة. انما ايه يا جدعان؟ طب استنى ايه؟ ما يلا استنى ما اخد نفسي واخد السكة عادي. لا يا جدعان الحركة دي كلها فتوتنا مات وحارتنا لازما ليها من فتوة يحمي أهليها ويرفع راسها وسط جيرانها. واحنا لو اختلفنا او اتخاصمنا اذا لا صفة لينا، وباقي الحارات هتطمع وتشمت فينا. مالك فسخاني انا ليا خاطر عندكم؟ خاطرك على العين والراس. انت عم الفتوات كلها يا عم سعفان. اذا كل واحد من رجالتكم يلزم مكانه، والغالب جوع علينا حق الطاعة وأولنا المغلوب. اتفقنا. ماشي كلامك يا عم سعفان. احنا ولاد حتة واحدة والعافية تولد الكر. اللي يلمس التاني يعتبر هو الغالب. اتكلوا على الله. دي لمسة استرابي. ما تحمرقش يا فسخاني. ربنا راد له انه يغلب واحنا اتفقنا. براحته يا عم سعفان. بيني وبينك قوة الدراع. الفرجة هتحلو يا جرع. تفتكر مين راح يغلب؟ احمد هو وزن احمد. الاتنين من كلاب السكك. حبيب مبروك يا فتوتنا. الفلاني اسم الله عليه. الفلاني اسم الله عليه. الفلاني اسم الله عليه. اسم الله عليه. حد معترض؟ مين يحب يشوف نفسه معانا؟ مين؟ مفيش راجل جدع يتقدم؟ الفلالي اسم الله عليه. الفلالي اسم الله عليه. الفلالي اسم الله عليه. We'll be right back.
قلبي كان بيغلي يا عمي، والفلاي باصص لي وبيقول مفيش راجل جدع يتقدم. كنت حاسس انه قصدني، كنت حاسس انه عايز يقول لي يا سماحه يا ناجي، يا ابن عيلة الناجي يلي كنت في وقت الحته ابا عن جد، لو كنت راجل قوم واعترض، لو كنت راجل قوم. اهدى يا ابني، ما تعملش في نفسك كده، عمر القطط ما تبقى سباع. هما دول فتوات، دول بلطجيه، الفتوات اللي كانوا بحق وحقيق هما جدودك عاشور وشمس الدين وسليمان، كانت اياميها الفتوانه جدعانه وشهامه. وفاء، ما تسيبوكوا بقى من تخاريف زمان وخلونا عايشين في النهارده. النهارده عيلة الناجي وشاف الارض وفتوى ورفتوى، بيجي عليهم يعمل حميهم وهو حراميهم. لكن عايشين شغالين ومستورين، عايشين في امن وسلام طول ما بيدفعوا القتاوى. جدودك ما كانوش ملايكه، ايد كان فيها النبوت والايد التانيه بتاخد قتاوات برضك. ما تفتيش من غير علم يا رضوان، جدودك كانوا بياخدوا من الاغنياء عشان يدوا الفقراء، كانوا بياخدوا من الاكابر عشان يدوا الحرافيش، مش زي الفلالي وامثاله اللي بيشطروا على الغلابه والمساكين. احضر لكم العشاء؟ ماليش نفس الاكل، انا خارج. لو بس بتقعد في الوكاله قد ما بتقعد في غرزه ترباسه ما كانش ده بقى حالك. كل حاجه وليها ناسها يا رضوان، انا ما اتخلقتش عشان اقعد في وكاله وابيع غله. اللي بتحلم بيه لسه بدري عليه يا سماحه يا ابني، خلي بالك من نفسك، انت واخوك امانه في رقبتي. ما تخافش يا عم، انا واخد بالي من نفسي كويس. لو كنت واخد بالك من نفسك كويس ما كنتش دلقت على ملاوشك، ما كانتش المهلبيه لحست مخك. رضوان رضوان، ما تفسر كلامك يا رضوان. ملوش لازمه، هو فاهم وانا فاهم. اديني بوسه لاخد عمرك. البوسه ما تبقاش بوسه الا لما تكون بكيف يا عينيا. انت ما بتخافيش يا بنت، مش يمكن اكون عفريت؟ ما عفريتي الا بني ادم يا عينيا. انت يظهر عليكي مخاويه زي امك واخرتي معاكي جهنم. مين بقى اللي بيقول لك الكلام ده؟ ست انشيه بتاعتك. انت قرشه من حيتها ليه؟ مش عايشه معاك في بيت واحد؟ دي مرات اخويا. اقطع دراعي ما كانت بتحبك. يا شيخه حرام عليكي يعني. ليه؟ مش عمك كان عايز يجوزها لك؟ بس انا ما رضيتش بانثيه عشان بحب جنيه. من قلبك يا سماحة. استنى يا عينيا لحسن القمر فضح الليلاج. تعال اتجوزك يا مهلبيه. وانتي؟ انا لازم اخطف منه لغيره. ما نستناه في الحوش ده. لا ده بعيد عن سكته، انا عايز على حين غفله نكون ركبنا عليه وهوب اوام اوام نخلص عليه، ما نديلوش اي فرصه ان هو يفلفص من ايدينا. ما تحبطهاش كده، ده جاي من غرزه مونون. ولو ده الفلالي وانا عارفه، مونون صاحي عينيه في وسط راسه على طول.
اللي تشوفه من البدل فوق التلاية وهو هيبقى معدي تحتينا دغري. يلا بينا. أما ندل ابن ندل ده الفلالي صاحبه طول عمره ومتربي معاه. انت وش ساعد يا مهلبيه؟ مش معنى هتعرفي بكره. قولي. السلام عليكم يا رجاله. مع السلامه يا معلم. مع السلامه يا معلم. يا معلم الفلالي يعني حابك دلوقتي يا سي سماحه؟ دي زمان فاكيها العمشه مستنيه المعلم فلالي على نار. ليه بترجى المعلم عشان يضمه لينا؟ ده حلمه من عينه. ده عشم ابليس في الجنه. اصيل يا ابن الاصول. تشكر انك فطنتني. لا شكر على واجب يا معلم، ده انت فتوتنا وخدمتنا ليك شرف. انت من لادي واحد من رجالتي، اخ وحبيب. عشت يا معلم، انت لادي اكرمتني ونولتني اللي في بالي. صباح الخير يا انسيه. يسعد صباحك يا سي سماح، فطارك جاهز والظهر قرب يت. الله يخليكي، بتعبك معايا. تعيش وتتعبني يا سي سماح. انت طيبه قوي وبنت حلال يا انسيه. حضر لك الشاي على ما تاكل. ايه ده؟ ده حجابهم فسوخ يحموك ويجلبوا لك الحظ، خليهم في هدومك. هو انا داخل بق السبع؟ انا رايح اتجوز، مالكم عاملين حكايه كده؟ ده انت داخل بيت صباح اللي مليان عفاريت وجن وبلاوي. وهو انا هعيش فيه؟ انا هخطف منه مهلبيه وطير. مهر اخرى ملعونه ومخاويه كمان. هتبقوا سلايف في صلاه النبي احسن. ده بدل ما تقولي كلمة حلوة في حقها ولا تخلي رضوان وعمي يروحوا معايا بدل أمها ما تقول ده من غير أهل. أمها ده إيه؟ بقى عايز الحاج خضر الناجي ورضوان الناجي يخشوا بيت صباح؟ أما مالكش حق يا سي سماحة. كده؟ اتفضلي. حجابك معاكي. الحامي هو ربنا. والحظ أساسه الشطارة. يا أنسية. ابيض يا معلم. صباح الخير يا معلم فلاني. اتفضل، ربنا يجعله عامل. نورتم يا معلمين. المعلومه اهو. رجعوا له حموده. وده معقول برضه يا سردوان؟ هناخد منكم قتاوه وسماحه بقى راجل من رجالتي؟ باليوم وطالع مفيش عليكم قتاوه. وكل عيله الناجي تدفع نص قتاوه وبس. ماشي؟ كتر خيرك يا معلم. سلام. على السلامه يا معلم. أخيرا بقى له فايدة سي سماحة. وبئس الفايدة. أنا قلبي مش مطمن للي بيحصل ده. ليه يا عمي؟ في يوم وليلة الفسخاني وأبو سريع والرمانة يختفوا من الحارة وما يبان لهمش أثر.
وسي سماحة يبقى من رجالة الفلالي، واللي زاد وغطى جوازته من بنت كودية الزار. يعني هو حيجيبه من برة مش من عيلة الناجي؟ ما تنساش ان اسمك برضو رضوان الناجي. ما نسيتش، بس انا ناجي تاني، فاهم الزمن اللي احنا عايشين فيه كويس، ما بحلمش وما بوسخش. اوعى يكون الواد كلب بحكاية الفسخاني دي، عملها انطرة علشان يتقرب منك. ما فاتتنيش الحكاية دي، خلتنا حس ان الواد ده هو الدماغ بتاع عيلة الناجي، ومدام هو الدماغ يبقى هو الخطر. تقوم تخليه مننا وسرنا عنده؟ طبعا، عشان انا يومه واحطه في جيبي. عتريس الله يرحمه مرة قال لي حكمة، انما ايه كيفتني صحيح، قال لي ان كان اصحابك قريبين لك خلي عدوينك اقرب. عشان كده عاش فتوة ومات وهو برضه الفتوة، وموتت ربنا الله يرحمه. يا مهلق بيا يا رد على ابن الخيا، يا مهلق بيا يا رد على ابن الخيا يا مهلق. ما تخافش هو يا الله، ما تبس، انتوا عايزين الرجال يقولوا علينا عيال ولا ايه؟ اصحابك وفرحانين لك يا اخي، وفروه بعد ما اخلص من المأمورية دي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا بالناجي سيدي الكل. انا غرضي تشرف فرح يا معلم انت والاخوان. الف مبروك يا زين الشباب، ما تزغرت يا ابن الفنجريه. وامتى الفرح باذن الله؟ الخميس الجاي نعيشنا وكلينا عمر. ومين بقى الامات دعت لها في ليله القدر؟ بنت صباح كدية الزار. ايوه بس دي ملهاش غير بنت واحدة. ما هي هي يا معلم. هادين النبي، ايه رأيكم في حال الدنيا دي يا جدعان؟ دنيا عجيبة يا معلم. ليش ما نشوف؟ ياهو. خير يا معلم. فاهم انت اللغز لابن الاصول؟ من ساعة واحدة المعلم اختارك انت بالذات عشان تخطب لبنت صباح. تصور. شفت الدنيا؟ أنا ما فكرتش في البيت إلا امبارح، ومن ساعة بس قلت مفيش غير سماحة هو اللي يبقى مرسالي، ابن ناس ويشرف. دلوقتي بقى إيه العمل يا رجالة؟ ودي فيها كلام يا معلم. العين ما تعلاش عن الحاج. يا بخت اللي جعله المعلم مرساله. قلت إيه في دي بقى؟ يا ابن الأصول. ده شرف كبير ليا يا معلم. تحت أمرك. ألطف بعبيدك يا رب. لسانه كان عسل طول الوقت. أتاريه كان مرقد لي. بركة يا جامع اللي جت منه. سيبها له يشبع بيها، وإحنا بكرة هنجوزك ست ستها. حبكها تمام. يا يمرمخ كرامتي في الطين قدام الكل، يا يبقى عنده حجه يخلص بيها عليا. ده شيطان، وياما قلت لك ابعد عن سكته. مهلبيه خطيبتي وفي حكم مراتي، ويستحيل حد تاني ياخدها مني مهما كان، يستحيل. يبقى نويت على الشر، والمثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله. الفلالي يستحيل هيسيبها لك تتهنى بيها. حرام عليك شبابك يا سي سماح، ده راجل قادر هيجيبك حتى لو استخبيت في حالك العفريت. يعني اعمل مرة ونفذ كلامه؟ هو ده عين العقل. انت عايز الفلالي يقطعنا حتت احنا الجوز ويرمينا للكلاب؟ انت رايك ايه يا مهلبية؟ رايك انت الاول. انا مش ممكن اتخلى عنك. وانا معاك. يا خرب بيتك من بدري يا صباح، يا خرب بيتك. نهرب يا مهلبية. اروح معاك لاخر الدنيا يا عينيا. وانا اهربي معانا. بس انا رزقي هنا. الرزق في كل مكان، وربنا ما بينساش حد. مجانين يا اخواتي مجانين. سابع ولا طابع؟ مبارك عليك يا معلم. عفارم عليك يا ابن الاصول. بالاذن انا يا معلم.
معها. امرك يا معلم. كمل جميلك واديني عصايه عاشور النادي. هديه جوازه من اخويا وحبيبي. ما تغلاش عليك يا سيدي المعلمين. ولا ايه يا ابن الفنجريه؟ ده انت مش عايز تجيب مناخير الارض وبس يا معلم، ده انت عايز تمسحه مسح. العصاية دي ياما شافت أمجاد واتكتبت بيها تواريخ. اجتهد إنك تشرفها وترفع قيمتها. تنصر بيها الخير وما تكونش سباق بالشر. عهد عليا يا عمي لأرجع يوم وربي بيها الفلالي ورجع لعيلة الناجي الفتوانة اللي على حق. ربنا يحميك يا ابني وينور طريقك. Thank you.
راح فين اللي ما عندوش ضمير؟ هدومه اهي، كان ناوي يهرب بعد ما يعمل عملته. ذبح البنيه زي الفرخه يا ولدها. ما يكونش راح ناحيه التراب. ما احنا جايين من هناك. والله راح ناحيه الابوه. هيروح فين مننا؟ برضه مش راح. الحمد لله سلامتك يا ابني. انا امبارح هلا بيه. امبارح ده انت بقالك 3 ايام تخطرف وتروح مش داري بروحك. 3 ايام الدنيا كلها مقلوبه عليك، خلق كتير شهدوا انك قتلت مهلبيه واولهم امها صباح. مفيش غيرها اللي كشف سرنا. قالوا انك موتتها عشان فضلت الفلالي عليك. اشترت عمرها بدم بنتها. احمد ربنا انك لسه عايش واننا قدرنا نخفيك لحد ما ردت فيك الروح. انا رايح فين؟ تستخبى عند نسايبنا في الصعيد بعيد عن الفلالي والحكومة. انا رتبت كل حاجة، اطمن هناك لهم عزوة ويقدروا يحموك لحد ربنا ما يظهر الحق وترجع لبيتك. كنت خايف لا تنساها. سافر بالسلامة. صدر عليك حكم غيابي بالإعدام. رقبتك مطلوبة من ناحيتين، الحكومة والفلالي. حرص على نفسك. الفلالي عامل معاك ايه؟ جبر ورزل وضعف الإتاوة حتى على غلبة العيلة. خلانا نروح بيوتنا من المغرب. طمع فينا أهل السو، ذهبوا لنا عربية غلة ما خلوش فيها ولا حباية. العيال حدفت عمك بالطين،
عين بعين وسن بسن. انا مش هتفشي غير لما عجنه عجنه وفرج عليه امه محمد. لا لا يا سماح، لا يا اخوي خليك عاقل. عمك بيقول لك لازم تفوت 15 سنة على ما يسقط الحكم وتفضل في بال. وكان علينا مسيرة فلوس سجلت. أكيد كانوا ماشيين وراك. المكان ده ما عادش أمان. أنا من بكرة ههج. وأول ربنا ما يسهل هبلغكم عن مطرحي. سلام على ضربة ايدك يا محاسي، والله كأنك بتقطعي في كبدتي. بحب اشفيك واسويك واعملك كفتة يا ابن المدروخة، ما تقف على بعضك يا روح خالتك. يا خرابي على الحماشة والنبي. طب هتنجر عاد من هنا بقى وتورينا عرض التاج. ما كفاية يا ابن السقيلة، هتلاقيهم ولا اعمل لك محضر سكر وعبادة. حلمي يا عطر زمانك يا مخبر الحتة، ديك شخطة تلعب أسد وتلبش الجتة ساعة تقول ها تجري الناس قدامك مجدع وعندك نظر ستة على ستة. تعيش يا سحلم. احنا تحت الأمر بس انت تقشره. ما نتحرمش يا أخوي. طبعا الخير يا عم أحمد. مات نهارك فل يا راس بدر. نهارك سعيد يا سيد حلمي. اتفضل. مش نفسك ده قفل وطلع له ده. والنبي ياما انا مش ناقصاكي. طب وديني ان ما كنت خليك يا سني تركع تحت رجليا ما بقاش بنت نظيرة. بنت نظيرة يا شيخة روحي، والله لو نظيرة دي ما كان خد في ايدها غلوة. ده انت بقالك عمالة مدة اهو تشغلي وتلعبي ولا هو انا يكونش بيت. لا لا ياما يا نهار اسود. لا ده باين عليه راجل قوي. وش عرفك انت؟ الله، هو بس بيتقل عليا حبتين. طب يا اختي مل عينك عبال ما اروح البيت اجيب الفلفل واجي. معايا يا سني حسن وديني ما هيحصل لك. طيب هو حصل مني حاجه لا سمح الله يا ست محاسن؟ يا خرابي هتنقذني ببرودك ده. قدر ولطف يا ست محاسن، قدر ولطف. زفت مين دي يا بلدينا؟ ده حروق القرد. ما هو لسه خارج من السجن النهارده. لحقوا فاتوا السنتين؟ كنا مرتاحين من القتاوة والخناقات. يا اختي فتوت حتتنا وحمينا.
دي الحاره اللي ملهاش فتوه زي المره اللي ملهاش راجل تبقى ملطشه للكل. عشنا يا جدع يا برش طلعه. اسندني يا برش اسندني. اسنده يا برش. ده حروق يا عتر زمانك يا فتوه الحته. ديك شخطه ترعب الاسد وتلبش الجته. ساعه تقول تجري الناس قدامك. مجدع وعندك نظر ستة على ستة. مرحب بيك يا حلمي. اهلا اهلا دحروق. كفارة يا دحروق. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. سلام المعلم دحروق. نورت حتتك يا نوارة. حلاوة رجوعك بالسلامة. الرئيس بدر الصعيد العطار الجديد. راجل طيب بتاع ربنا. مالوش سنة ساكن عندنا لكن معزته أكتر من الأخ. أنت بلدك إيه يا ريس بدر؟ من طنطا. وقلت أشوف حظي في مصر وأعيش هنا في حماكم. نحميك يا ريس بدر. على مهلك شويه يا معلم، انا مش حبلك. اقطع دراعي. المكان الراجل ده عامل عامله وهربان. ده طول ما هو ماشي يتلفف ورا زي الحراميه. يما حرام عليك، ده غلبان ويقطع القلب. انا مش عارفه ايه اللي عاجبك فيه، البدرون اللي ساكن فيه ولا دقنه؟ خدي بالك من الحلاوة احسن هي قربت تعقد. ايوه افندم. نعم. انا مش جاي لك انت. امال جاي لامي؟ ايوه جاي لامك. اهي عندك اهي. اشبع بيها. كلمي ياما زبون. جرى يا بنت ما تلم لسانك. اهلا يا حلمي. اهلا بك. انا بصراحه جاي اشتكيلك من محاسن. خير؟ عملت ايه مقصوفة الرقبة؟ طول النهار شغالة رمي نظرات وضحك ومرقعة. لما الرجالة اللي في الحارة طلعت لهم قرون. طب ما تقلع الطربوش كده واتفرجنا. سامعة خالة نظيرة؟ اخرس يا بنت جاك قاطع لساني. عاملة زي القرع تمد لبره. مالهم رجالة الحتة؟ مش مالين عينك ولا ايه؟ ولا الصعايدة وبس هم اللي موصوفين لك؟ انا ما حدش له عندي حاجه يا جوز الاثنين. واللي مش عاجبه يشرب من البحر. معلش مسيرك تعالي و... انا مش مجنونه يا حلمي، انا بنت محمد الجدع وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت نظيره، بديني اما تلميتي لعرفك ان الحر فيها رجاله. من سكت لك ولا ايه؟ لا انا حنان بس عشان بحبك، لكن غضبي وحش قوي. ربنا يكفيكي شره. سلام عليكم. ما هو بدري يا حلمي. الله، ده انت ما شربتش حاجة. ما كفاية اللي شربته. كده اهو. أما عن أبيها محمد الجدع فقد قتل في خناقة تحدثت بها الحارة شهورا وتركها طفلة في الثامنة. يعني هي وحيد امها؟ لها اخ لكنه في الليمان. ليه؟ سرقة بالاكراه ادت الى موت الضحية.
وده يمنع انها ما تتجوزش لحد الوقت. استغفر الله العظيم. امها ايضا كانت سيئه السمعه. والبنت طويله اللسان لكن لا غبار عليها، والله اعلم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. تتجوزها حلمي بدل ما انت عامل في نفسك كده. يا ريت انا اتاخرت. وكمان مش راضيه بنت نظيره. اكيد حط عينها على برغل تاني. انا كنت اخلي نهار ونهارها كوب يميني. انا حلمي على نعمه انا اخرب بيتهم. ما تتلحلح وانا ناقصه. ها؟ ارتاح يا محسن القلع وكل قلع عشان انا قلع. أنا. أنت مين؟ بدر الصعيد. رئيس بدر، أوعى تمشي عن المعروف. أصل أنا كنت بستحمى وأمي مش هنا. خلاص أجي وقت تاني. وقت تاني؟ لا. تمشي ودي تيجي. عدم المؤاخذة إذا كنت جيت في ظرف مش مناسب. اتفضل اتفضل. مش مناسب؟ ده مناسب قوي، ده مناسب قوي. اتفضل اتفضل استريح، هحط الجلابية عليا واجي حالا. أنا مش هطول، أنا كنت جاي أخطبك من أمي. بتقول إيه؟ قلت إيه؟ كده خبط لازم. طب مش لما نسأل عليك الأول ونعرف أصلك وفصلك؟ ما بلاش حكاية الأصل دي يا ست محاسن. إذا كنت مش موافقة سلام عليكم. جرى إيه يا سيباد؟ أنا ما أقصدش، أنا بس باخد وجي معاك. اقعد استريح وأنا ألاقي راجل أحسن منك. بإذنك بس أغير هدومي، حط جلابية عليا. اعمل لك فنجان قهوه من تحويجي. انت بتشربها ايه؟ لا ملهاش لزوم، هشربها لما توافق امك وتبقى شربات. هيبقى ان شاء الله هيبقى. Thank you.
بنادر يلي ابن عبد الباسط شارب له حبتين وباين عليه جاي على هنا وناوي على الشر. مين؟ مين هناك؟ دحروق. شفت الفرح ليه؟ ده انا كنت جاي لك. بلاش يا حلم. ودي تيجي لازم ابارك له البقف ده. فرح في حمايتي وراجل اكرمني قوي قوي يا حلمي. عليا النعمه ما اعمل حاجه. انا ههزقه بس بالاصول. بس انت بقى خليك بعيد. اكراما للاخوه اللي بينا. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيد يا ليل يا عيني جريح بيشكي الجريح جريح بيشكي الجريح ويقول له تعالى تعالى شوف شوف يا خالد مش داري بالي جرب ما بيحسبوش غالي. أنا صايم محدش عزمني، لكن قلت أنا صاحب فرح وما تعزمش. طبعا طبعا. يا عيني في كل شارع فرح وفي كل ألف مبروك يا ريس بدر. العروسة أمك لما العريس يخف. الليلة ليلتك يا عريس يا عترة. بقى فرجنا المرجلة اللي على حق. بس انا ماليش في الحكاية دي. معقولة؟ ده يبقى عيب على الصعايدة حتى. هم يا راجل حتى بورينا. ها؟ حيوا العريس يا الواد مسخر حلمي من غير ما يمد عصايته عليه.
الحلو شفته بيتدلع بيتدلع الحلو شفته بيتدلع بيتدلع انت طلعت مجدع اهو احنا مش عارفين العفو يا سيدي المعلمين دي بس بتيجي مع العمي طبات احمل لك محضر سكر محضر سكر ومزة نعيم عرفت تلاقي في ظهرك بذمتك؟ ما ندهتليش ليه؟ ما هو يحلمين يوه انت لسه بتكسف مني ولا ايه؟ طب وريني كده عرفت ولا لا؟ الله طب هي اشمعنى انا مش بتكسف؟ اصلك فجرة زي يوم يا سلاوي تعالك يا اهدى يا لهوي اهدى يا بان ده انت جسمك مشرح زي ما يكون حد ماسك سكينه وبيقطع في لحمك لا ده ايام ما كنا صغيرين وبنتشاجى ونلعب هو اللعب بالشكل ده؟ لعب زمان بقى بدر تعرف يا بدر لو حلقت دقنك هتبقى حلوة قوي مقدرش مقدرش ليه؟ دي سر نجاحي في الحياة صباح الخير يا خالة نظيرة يسعد صباحك يا حلمي وشك ولا وش القمر امال فين محاسن؟ اديها سبعت وبرضه ما نزلتش الشغل يعني سبع البرومبا مانحها تبيع بيطلع علينا برجلته حد كان غصب تتجوزها له ده فصل تعمل ايه برضه يا نظيره النصيب المهبب يا سي حلمي من يوم البنت ما قعدت في البيت والزباين خسوا التلات ارباع كانوا بيشتروا منها بقرش يبصبصوا بباريزه عارف يلطشها ابن القديمه وانا لو كنت عامل له حساب كان خدني اخوانا زي ما حصل ليله الفرح انا المحقوق ايوه انا المحقوق سكران مش واعي فتخاني بتاع ايه اخي على البوظه واللي بدعوها لكن معلش ملحوق نهارك سعيد يا مولانا يسعد صباحك امال فين بيت المعلم دحروج القرد اول عطف على الشمال البيت اللي في الوش طوالي كتر خيرك يا مولانا لا اصلي تعبت شويه وعينيا زغللت فقفلت وجيت اعمل لك شويه شيح يمكن يريحوك لا انا هرقد شويه تلاقيني بس جعان نوم شفت البنت شفيقه بنت دحروج القرد جالها عريس من مصر عتيقه عايز يخش كمان جمعه انا عارفه مستعجل على ايه دول بقالهم اسبوع بيحموا في العروسه
قال ايه عشان العريس يلاقيها بيضة شوية، لكن اش تعمل المشطة. والمحروس جوزك قفل الدكان ومش عارفين راح على فين. ده رقت جوه وتعبان شوية. رقت جوه؟ يا اختي ده انا عمري ما شفته كح. انت هتحتدي يما. على فين يا بدر وانت عيان؟ هصلي الفجر في الزاويه. ما انت بتصليها كل يوم في الزاويه. بلاش وانت بعافي، خليها لما تشد حيلك. ده نادر عليها طول ما انا قادر اقف على رجلي. ما تهبطنيش عن الفرض يا محاسن. ربنا يقويك ويعجل بشفاك يا رب. لا هياخدها عشان عنده بيت ملك هناك. ما هو ناس ليها بخت وناس ليها بد. وبعدها لك يما ما تعمليش زي القطة. داني وادي جوز الصيف، ربنا يهنيهم هادي سرهم يا سمو شفيق. عشتي يا اختي عقبال ما يقومتي بدري بالسلامة إن شاء الله. تسلمي يا حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. إلا سبع البرومبر قعدته طولت، هو ناوي يودع ولا إيه؟ إن شاء الله اللي يكرهه. إيه اللي؟ يعطي من يشاء بغير حساب. حاسم، أنت بجد بتحبيه؟ راجلي؟ وحسه مالي عليا الدنيا. أباخته أباخته، أنا لو منه خف أوام بدل شغلك في الدكان وأنت شايلة والراحة ليك واجبة. وعرفت منين؟ تكونش سبت البليص وبتشتغل دايا. الأكادة، أنا ما بستطعمش التهزيق إلا من بوقك. منك لله يما، ياللي ما يتبلش في بوقك فولة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. اتفضل. كيف حال رجلنا الصالح؟ طالت وحشته والله. ليه؟ هو انت ما بتشوفوش في صلاة الفجر؟ الفجر؟ الحق ان جوزك من يوم ما استوطن الحتة لم يفوته فرض الا فرض صلاة الفجر. جايز يكون له عذره. للقصد بلغيه تمنياتي بالشفاء. سلام عليكم.
صباح الخير. يسعد صباحك. حرما. جمعا ان شاء الله، انا حاسس اني احسن النهارده. الحمد لله. شفت الشيخ مدبولي؟ طبعا، ليه؟ ابدا، اصله سالني عليك امبارح، قال لي انك وحشته. انت عمرك ما رحت الزاويه وصليت الفجر يا بدر؟ انا مشيت وراك الفجريه دي وشفت ايه اللي انت بتعمله. ليه كده يا بدر؟ ايه اللي انت مخبيه عليا؟ ليه عملت انك عيان؟ ليه دايما خايف وقلقان زي ما يكون حد بيجري وراك؟ انت عامل عامله بصحيح وهربان زي ما بتقول لامي. لا لا، ده انا بحبك قوي ومش ممكن اصدق فيك حاجه وحشه ابدا. بس طمني وريحني وقول لي، ده انا مراتك ستر وغطى عليك. يا عليم يا رزاق يا كريم، لما انتوا مش مستعجلين على الشاي سايبين البراد على البابور يولع ليه؟ يو مالك يا محاسن؟ كفالة الشر، مين اللي مزعلك؟ اوعى تكون زعلتها وش النكد. انت عارف ان الزعل وحش على اللي بطلها. نقطينا بسكاتي كوليه يا اخويا، قوم افتح دكانك بدل ما انت قاعد القعده البطاله دي. عايا عايا ايه وانت الدم هيفط من وشك؟ سيبي بدر في حاله يا امه، كفايه الهم اللي هو فيه. هم؟ هو اللي زي ده يعرف هم؟ وتفتكر بيعمل كده ليه؟ بيتمرن عشان مين؟ الغرابه، انا اول ما حط رجله في الحته وانا الفار ابتدى يلعب في عيبي، حاسس ان وراه حاجه مش تمام. اتاريه قدر مسخرك ليله فرح وضحك عليك الحته يا حلو. ولا بقى ده حروق، ما قلت لك ما كنتش واعي. تعرف بلاش ان انا في الميري وخطوتي عليها العين كنت رديت له كلك ليه؟ ما تتقمص قوي كده يا حلمي، انا بهزر معاك. بس تعرف انا الفار بدا يلعب في عيني. قال يا مقام اللي الزمن اصحى وفوق، ده الزمن خوان. قصدك ايه؟ ما دام بيتمرن على شغل الفتوات اكيد رسم انه يبقى فتوة. يبقى دبور وزن على خراب عشه. هيتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. الحمد لله بسلامتك يا ريس بدر. ان شاء الله تكون الصحه دلوقتي احسن. نحمده على كل حال. انا مش هطول عليك. انت راجل كامل وسمعتك زي الجنيه الدهب. استغفر الله، ده بس. اما من جهه نظافه الذمه فدي حاجه الحته بتحكي بيها وتتحاكى. الحمد لله. عشان كده أنا قلت لنفسي مفيش غير الرئيس بدر اللي ممكن أشاركه في تجارته، وأنا راضي بالحسنة اللي بعتها لي ربنا. دي البركة تحصل لنا يا معلم. النص بالنص. اللي يريحك. أتمن لك البضاعة اللي موجودة في الدكان وعليهم الفلوس اللي هي بره، وأنت تحط قدهم وعلى بركة الله. أنت الظاهر ما فهمتنيش. أنا مش هحط ولا مليم. إيه؟ أنا أدخل معاك باسمي وسمعتي ومعارفي. ودول اللي يبقوا النص؟ وتبقى انت الكسبان. قلت ايه؟ افكر. اللي يقوله ده حروج مش محتاج تفكير ولا تدبير. مهله صغيره يا معلم. عندك طول النهار والليل، وبكره الصبح تجينا على القهوه.
نفذ له اللي هو عايزه، انت ما انتش ناقص مشاكل. واسيب له نص عرقي؟ اسيب له فلوس ابننا لسه ما طلعش على وش الدنيا؟ لحد امتى هفضل مطاطي؟ طب طوعه لحد ما تصفي تجارتك وبعدين نهرب من هنا. تاني لو هربت المره دي الجبن هيبقى فيها طبع. يا بدر انت فرضاني انما هم عصابه. احسن من ده حل مفيش. يا انا يا هو. دي مش هتبقى عركه، ده هيبقى موت. حسنه وجياله تحرمي منها ليه؟ يا اهلا وسهلا. اهلا 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 ابو نصر. اتفضل. كان عندي مأمورية في بين القصرين، قلت ما يصحش اروح من غير ما اسلم. فيك الخير. وسهل معلم الفلالي، وحشنا والله. بخير ويهديك السلام. يا اهلا وسهلا. اتفضل. الرئيس بدر الصعيدي شريك الجديد. ده لما تشوف حلمة ودنك يا دحروش. انت مسطول يا قد. شراكة من غير ما تدفع تبقى سرقة وتلقيح جتك يا جلد. كده؟ طب استلقى وعدك بقى. عصاية الناجي؟ احنا رجالة ونعشق كل راجل بحق. مبروك عليك يا معلم. بدر بدر يا عطر زمانك يا بتوت الحتة، ليك شخطة ترعب أسد وتلبش الجتة. ساعة تقول ها تجري الناس قدامك مجدع وعندك نظر ستة على ستة. مبروك على الحتة فتوتها الجديد ابن الاصول. ما حطلك الحصان عشان تمر بيه على حتتك عشان يعرفوك. هم عارفينه. هم عارفين بدر العطار. لازم يعرفوا بدر الفتوة. بدر خدني معاك يا بدر، اخدمك مطرح ما تروح. خليك عقل امال. يستحيل وانت حامش. انا لحد دلوقتي مش عارف اروح فين. ما قلت لك من الاول يا بدر بلاش. اقل فايتك وانت مرات الفتوه وتجارتي ليكي خالصه مخلصه، وضحروك بعد ما اتضرب مش هيقدر يوري وشه لحد. طبعاً عليا فراقك. إن كان عليا الود ودي ما فاتكمش. الفلالي أنا مش خايف منه، بس الحكومة عايزة رقبتي. عايز ابنك يخرج للدنيا ما يلاقيش أبوه. أنا مش هسيبكم، وضروري هلاقي طريقة أشوفكم بيها. إمتى يا بدر؟ إمتى وإزاي؟ مش وقته. خرجيني بقى لألاقيهم فوق دماغي. حاضر. Thank you.
خلي بالك من نفسك ومن ابننا. مجرم هربان من حبل المشنقة. بدر السني؟ ما اسموش بدر، اسمه سماحة بكر الناجي. يا ساتر يا رب، ايه الدنيا جرف ايه؟ كان مستخبلكم وملبسكم العمة، هو قتل قتلة ومحكوم عليه بالإعدام. وأنت بقى اللي كشفته وحصل؟ طبعا أنا، أمال يعني بلاغ من مجهول؟ كله إلا المشنقة يا بيه، أنا كل اللي أعرفه إن اسمه بدر الصعيدي، وحتى دي كمان طلع كدب. فين جوزك يا محاسن؟ مفيش داعي للإنكار. ردي على الحكومه يا بت، انا دايما كنت بقول لها انه ده عامل عامله وهربان. ما تردي، قولي المنيل على العين وراح فين. معرفش معرفش، انا كل اللي قالهولي ان هو راح يتفق مع ناس على بضاعه وهيجيب له كام يوم. اسمعي يا محاسن، انا مش هجرجرك على الاسم رأفة بحالتك دي، لكن لو حاول اتصل بيكي او سمعت عنه اي اخبار لازم تبلغي، والا هتكوني بتتستري على مجرم ويقع عليك العقاب. فاهمه؟ فاهمين يا بيه، فاهمين. مع الف سلامة يا بيه. خطوة عزيزة يا بيه، خطوة عزيزة. منك لله يا محاسن يا بنت نظيرة، تدخلي علينا قتال قتلة. يمكن كان ندور على واحدة مننا، كان هيبقى ايه؟ بدر مظلوم ياما، ما قتلش حد، بس ولاد الحرام هم اللي يعني كنت عارفة ومخبية عليا. يا لهوي، مخبية عليا طواكي يا اختي تحت باطه. لو ما كنتش جايباكي من بطني كنت قلت عليكي بنت خراب. وانا هعمل ايه اكتر من كده يا معلمي؟ حلم عبد الباسط عينه ما بتغفلش عن محاسن، واحنا هنا اي نمله غريبه بتهوي بيمه الحته عندنا خبرها. يبقى هو بس يهل واحنا نكرمه قوي. انا ما استناش لحد تعبان ما يخرج من شقه وقت ما هو عايز عشان يعرضني، لا، انا لازم اخرجه من شقه واكسر دماغه. هو احنا لا مؤاخذه عارفين شقه فين؟ لا، بس في ألف طريقة وطريقة تجيبه على ملا وشه، خصوصا إن بيت الناجي وحرافيش الحتة شامين نفسهم أول يومين دول، ومالهمش سيرة غير سماحة بعد ما ضرب نسيبك وعملوه فتوة مع وقف التنفيذ. اجري يلا غير كيس، انضفوا بقى وبلاش وساخة. نقرص عليهم وننكد عليهم عيشتهم. صعب على سبع الفلا وجي ينقذهم، اهلا وسهلا. خلي بيهم هيسبوه شويه وبعدين ينسوه واحنا كمان ننساه. واللي خلقك يا معلمي ابليس ذات نفسه ياخد منك دروس. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، والله عشت وشفت عيالك يا سماحة. إنما هو لا شافه ولا شاله، شهر ورا شهر بيفوت ولا حدش عارف طريقه. مش عارفة هانت عليه العشرة ولا ظرفه مش مساعده. إحنا عملنا في ربنا كبير يرفع الظلم عن المظلوم. بدر حكالي، قصدي سماحة حكالي على كل حاجة، مفيش طريقة تثبت براءته. طول ما الفلالي هو الفتوة قضيتنا خسرانة، واللي هيتعرض لها يبقى بيجازف بروحه. اهلا وسهلا، منورين يا اخوانا. دي خطوة عزيزة بقى، بدر طلع له ناس اكابر يا الف نهار ابيض. امال يا ست، سماحة ابن اصل وعيلته كبيرة ومقتدرة والحمد لله. اما الواد عايز ينام ياما، خدينا نيميه. حاضر يا اخي، هات يا اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم.
طيب ما هو انا اصل الخدامه اللي فاتهالك المرحوم ابوكي. حملك تقيل يا ست محاسن، الدكان والعيل. ربنا هو اللي بيدي القوه الحمد لله. شوفي يا ست محاسن، بيتنا بيتك وابنك ابننا، ولو شايفه انه احسن تيجوا تعيشوا معانا هنشيلكوا في عينينا. كتر خيركم، بس انا ما اقدرش افوت امي. امي انا عارفاها ما تستريحش غير في بيتها. احنا مش هنضغط عليكي، واعتبري يا ستي زيارتنا دي للتعارف والموده. انت مش لوحدك دلوقتي، احنا برضو اهلك، وهنبقى نيجي نشق عليك انت والمحروس كل شويه. مجيتكوا عندي بالدنيا كلها، اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي. بالشفا ان شاء الله. مع السلامه. وانت يا ست، انت يا شابه، عايزه ايه يا اختي؟ ايه يا اختي؟ ما بتتكلميش ليه؟ انت خارصه؟ طب لو خارصه شاوري لي عايزه ايه وانا اجيب لك اللي انت عايزاه. ايه يا وليه يا نهارك اسود، انت عايزه مني ايه؟ انا سماحه جوزك. وحشتيني يا محاسن. معقول يا سماحه؟ معقول الجبهه دي كلها؟ ده انت موتني 100 مره. عامله ايه في غيابي؟ وفين ابننا؟ مش ولد برضه؟ واد يا اخويا وزي القمر زي ابوه. انا سميته وحيد عشان اتولد وابوه غايب. نفسي اشوفه يا محاسن. طيب يا اختي، نقي اللي انت عايزاه لغايه ما ارجع لك. نعم، اي خدمة؟ البهوات اللي جم امبارح دول كانوا عايزين ايه؟ اهل جوزي وبيطمنوا عليا. ما قالولكيش هو قاعد فين ده يا؟ قالولي طبعا، ده انا حتى كنت بدور عليك عشان اقول لك. يا سلام، تكونيش فاكرة انك بكده هتحميه؟ طب انا عمري ما سمعت عن قاتل هيري من حبل المشناق. ربنا دايما مع المظلومين. وعمري ما سمعت عن قاتل ما حلفش انه مظلوم لحد عشماه وما خد اجله. انت مش خلاص سألت واتحريت؟ اتفضل بقى من غير ما ترد. طب بقول لك ايه؟ ما تمشي الولية دي عشان نعرف نتكلم على راحتنا. بقول لك ايه يا حلمي؟ ده محل اكل عيش واللي بتعمله ده عيب. اتفضل بقى وريني عرض كتافك. الله، انت بنت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ لكن معلش، طرد الحبيب زي اكل الزبيب. يلا عشان تلحق تشوف الواد قبل ما حد تاني يجي. واد يا مليم، تعالى يا ولا. خليك يا واد هنا في الدكان، ما تسيبوش لغايه ما اجي، فاهم؟ انا جاي على طول. لازم امشي دلوقتي، لحسن امك توصل وتعمل لنا فضيحه وانكشف. ما لحقتش، اقعد شويه والنبي. معلش، بكره هرجع واعيش معاكوا على طول. بكره امتى بس؟ قريب باذن الله. اسمعي، ما تنسيش اول زياره لعم خضر هتقولي له مكاني فين. حاضر، وهخليه يبعت لك عربي وزغلول ومطاوع. الا مين دول؟ دول الحرفيش. حرفيش؟ اللي بتفكر فيه ده ما حصلش قبل كده ابدا. ده اوانه عشان يحصل. خايف تعتمد علينا ما نسدش وياك؟ هتسد ونص. انتوا ناقصكوا ايه؟ احنا غلابه بندور على الرغيف. انتوا مش ناقصكوا الرغيف، انتوا ناقصكوا القوه. الرغيف امره سهل، لكن القوه هنجيبها منين؟ لا، القوه جواكم. ربنا مدي كل بني ادم قوه جواه، لو عرف يطلعها يهدي بيها الجبل ده. كلامك حلو، عايز اصدقه. صدقوه كلكم، مفيش غير ده طريق عشان تخلصوا من الفلالي. البركه فيك، تربيه وتطرده من الحته وتبقى في توت حتتك. مش كفايه، افرضوا الحكومه مسكتني وشنقوني. اضربوا انت بس، وكله هيقرب الحقيقه وبلاويه كلها حبان. الناس ما عادتش طايقاه وعمال يبهدل في الكبير والصغير. فرضا ان انا بقيت الفتوه، مش جايز اتقلب وابقى زي الفلالي؟ وفرضوا مت، مش جايز يجيلكوا واحد تاني اسخن من الفلالي وترجع ريمه لعادتها القديمه؟ انا عايز القوه تبقى قوتكم انتم، والكرامه كرامتكم. مش عايز حد منكم يتخلف عن مواعيدنا يا رجاله. ها؟
ومش لازم تيجوا الجبل سوا ولا تروحوا سوا، احسن حد من رجاله الفلال ياخد باله. ماشي كلامك يا معلم. سلموا على بعض وسمعونا الفتحة. المعلم فلالي بيصبح. دي واحدة. على فكرة المعلم فلالي ناوي يتجوز على سنة الله ورسوله. ليه؟ هما التلاتة اللي على ذمته ما كانوش على سنة الله ورسوله؟ يا سيدي الشرع اداله الحق في أربعة. طب يا أخويا هنياله ألف مبروك. اتفضل. مش ده المقصود. المعلوم هيزيد من النهاردة. لا بقى، روح قول له من النهارده لا في معلوم ولا مجهول. الله، انت اتجننت يا حاج؟ في حاجه يا حموده؟ ايوه فيه. في ان الناس كلها مش طايقاكم، مشك منهم ساكتين. كفايه بقى بلطجه وبرطعه في الحته، ليموها شويه. والله وصوتك عالي يا خضر يا ناجي. كنتش متحمى في ابن اخوك الهربان من حبل المشناه؟ ان كان راجل صحيح يهوب بالحته ويورينا مجدعته. اذا كان على سماحه فمسير السبع يرجع لعرينه ويحمي حماه. اما اللي انا متحامي فيه فهو ربنا اللي اقوى من كل ظالم. ما كفايه لا ماضي يا اخي، ده انت سائل. معلم يصحينا منك يا معلم، ده احنا كلنا في حماه. عشان خاطر سماحه نفوت اليومين دول على خير، عشان لما يرجع يلاقينا معاه مش يلاقي روحه مقصوص الجيران. يا خرابي يا لهوي يا ولاد الكل يا ولاد الكل يا مفترق يا مفترق يا مفترق يا ولاد مستوي زي اللي فات.
البوزه الليله اخر فل. انا مالي هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى على البالي. انا مالي هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. اكوز يا عاد اكوز. الواد نايم مع امي مش كده؟ كانت عليك حياته، انت سكران جاي ترمي بلاويك علينا؟ لا 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 لا، ايه اللي غيرك مرة واحد؟ ما كنت من شوية عاقلة وعايزة. حداد يا لهوي! يا خرابي! الحقوني! الراجل جاي يتهجم عليا في بيتي! يا لهوي! دي محاسن اللي بتصور. تعالى يا ست موحيد. خير يا ست نظيرة؟ ده حلمي المخبر سكران وشكر مهاله. يا سحلمي البيوت برضه ليها حرمه يا سحلمي. الله، واحنا برضه ولايه يا سحلمي. لازم تحترمني وانت حد، لازم تعبرني. معلش يا سحلمي، انت الخير والبركه، انت حد جالك يا سحلمي. معلش يا حبيبي، معلش يا اخويا. مش هرجع عنك الا لما تطلعي منه قتلي القتلة ده وتتجوزيني. ان شاء الله اخويا هتتجوزك، بس تعالى روح. تعالى روح يا بعيد، ربنا ياخد اجلك. مش قبل ما عشناوي ياخد اجل جوزك يا بنت نظيره. هياخده اخويا وانا قاعد وانت قاعده. تعالى بس. طيب. والنبي ولا بعد 100 سنه يا ابن حسنيه. ما تزوديهاش بقى، الراجل صبر كتير وهيتجنن عليكي. ده الحكومه، افهمي بقى يا متعوسه. يا رب يا رب امتى ترجع لي جوزي حبيبي؟ النبي حبيبك يا رب. اتفرج يا عم، اتصل وروح. اديني بلاك لشاي يا ابني. يا عم مفيش شاي، كلها دقايق والحرب هتقوم بين الفلالي وسماحه الناجي. هتقعد كده تستناها يا معلم لما يشرف؟ نروح احنا نتلقاه ونجيب لك مرابعه. ايوه هو ده الكلام. بقى ده كلام يا رجاله، اكرامه واجب عليا. محدش فيكم يتدخل الا لما امسح بيه بلاط الحاره واخليه عبره للحاضر والغايب، وبعد كده نسلمه للحكومه تشنقه بمعرفتها.
ولا ايه رايك يا ابن الفنجرين؟ هو ده يا معلم. طيب يا معلم، اوصل انا بقى التم اجيب المأمور واجب، ولو ان كان نفسي اتفرج فين وفين لما الواحد يشوف خناقه تلذ بالشكل ده، ابقى توصى بيه وحياتك يا معلم. حكيفني. بالسلامه حموده. ايه اللي رجعك هلا؟ مصير الواحد يرجع لحتته يا فلالي. اتخبطت في نافوخك ومش خايف مني، معلش؟ مش خايف من الحكومة اللي بتدور عليك؟ الحكومة مصيرها تعرف مين هو قتل القتلة اللي قتل مهلبية أخويا رضوان. شوية ولا متعور حبتين، حكم المعلم فلالي لازم يربيه على بجاحته واجرامه. المهم الاقيه صاحي، مش جثه زي اخوه الفاعل مجهول. هنلاقيه صاحي باذن الله. وسع يا جدع انت وهو. وسع يا اخويا، وسع كده، وسع كده. اقبض على سماحه يا ثروت افندي. حاضر يا فندم. دقيقه واحده سعاده البيه، انا تحت امرك، بس بعد ما تسمع الفلالي هيقول ايه. مين اللي قتل مهلبيه يا معلم؟ مش انا يا بيه، ولا سماح، ولا سماح. الواد حموده هو. انا ماليش ذنب يا سعاده البيه المأمور، انا عبد المأمور، هو اللي قال لي. واظن انا كمان اللي قتلت رضوان في الحاره جهارا نهارا. القضيه دي فيها بدل الشاهد 100 يا سعاده البيه، والحاره كلها شاهد على كده. اقبض على الفلالي وكل رجالته يا ثروت افندي.
وانت برضه لازم تيجي معانا لحد ما تتعاد محاكمتك وتظهر براءتك. تحت امرك يا بيه. يا حي العد يا حي العد يا مالة بختك يا بنتي، يا قلة حظك يا بنتي. ايه يا عم في ايه؟ ابنك اتيتم وهو لسه صغير، اترملتي وانت في عز شبابك يا حبيبتي. ايه بتقولي ده يا عم حصل ايه؟ جوزك مات يا ستي، بيتخانق مع الفلالي موته، والخبر جالنا رسمي. يا لهوي الحقوني، البنت سرقت يا اختي على ايه ده كله؟ ده ما جناش من وراه غير البلاوي. فين عروسة؟ البيت ده ما تعتبيش برا لحد ما اكتب عليكي، وده بعد الاربعين ان شاء الله. ما تتخضيش قوي كده، عدتك تبتدي من يوم ما جوزك ما طفش والشهود موجودين. اطلعي خفي. امي ربنا كتب لك عمر جديد، دي معجزة من عنده. ما تتحركش يا سي سماح، الجرحة لسه ملمش. مراتي وابني، يا ريتني كنت اعرف طريقهم علشان ابلغهم. مفيش غير ابا الحاج هو اللي يعرف، وادي انت شايف حالته. دي حراسه لحد ما تقوم بالسلامه وتحضر المحكمه. منصور باذن الله. الهم ينساكي، وارضي باللي قسمهولك ربنا. قومي يا حبيبتي، قومي دوق الكوارع والفته دي. يو جوزك هو اللي قال لي اطبخها له ليله الدخله.
سماحه يا محاسن. سماحه مين؟ ده يا محاسن انت مش عارفه صوتك. ما تتخضيش سماحه، رجع وانتهى العذاب. فين وحيد؟ معناته ايه ده يا محاسن؟ بيعمل ايه هنا؟ انا جوزها والليلة دي كانت دخلتنا. جاي تاني ولا ايه يا ريس سماحة؟ انت جيت لوضاك، سلم نفسك. طول عمرك خايب يا حلمي، المحكمة حكمت ببراءتي. بطلنا ناكل من شغل الأوانطة بتاعك ده، صوت من الشباك يا محاسن. بقولك صوت علي. افضل هربان طول عمري، بس المره دي ههرب على حق مش على ظلم. هشوف طريقه اشوفك بيها واشوف ابننا لما ربنا يعزم براحه البال. هستناك يا سماحه، هستناك عمري كله.